لو عايزين نعمل فيتال دوبلر هنحدد الاول الكومبلينت بتاع البيشنت تمام دي اكلامسيا ولا اكلامسيا والايج بتاع الفيتس كل ما تحت ال 24 ويك بنعمل يوتراين كل ما فوق ال 28 ويك بنعمل الامبليك الامبليك كان اب نورمال نكمل ميدل سيرفر احنا دلوقتي 21 ويك يعني ده الايج بتاع اليوتراين فاحنا هنجيب ايه عايزين نجيب اليوتراين بنعمل ايه انا كده في نص اليوترس بالظبط تمام باجي على اللور يوتراين سيجمنت مش دي اليوتراين بلادر خلاص وابص لبره ابص لبره ابص لبره مين الفيسنس دول الاكسترنال ايليك تمام احاول افرد كده الاكسترنال ايليك واشوف الفيسل اللي بيعدي من عليهم ويروح لليوترس نزود السكيل باين البيس اللي بيعدي من عليهم رايح اليوترس ولا لا اهو اوكي هنجيبها تاني هنجيبها تاني انا كده عند اللور يوتراين سيجمنت هبص لبره هبص لبره هبص لبره هبص لبره لغايه لما لقيت الاكسترنال ايليك فيسلز احاول افرد الاكسترنال ايليك فيسلز واشوف الفيسل اللي بيكروس عليه تمام هتلاقي هو ده اليوتراين ارتري طبعا بقى الباقي تظبيطات دوبلر بقى اليوتراين ارتري من الارتريز المعروف انها فيري لو ريزيستنس انا بجيبه بعد السايت اوف كروسنج تمام النورمال بتاعي تمام لازم يكون الدايستول عالي تمام بالنسبه للسيستول لو قسنا الار اي هتطلع اقل من 6 من 10 بالظبط اقل من 58% وان بعد السيستول بيبتدي الدايستول ما يبقاش في حاجه اسمها نوتش بري دايستوليك نوتش تبقى مختفيه يعني ده بالنسبه لي زي الفل نورمال ار اي تمام اقل من 6 من 10 نو بري دايستوليك نوتش نورمال اجين هاو تو كاتش نيجي على اللور يوتراين سيجمنت نبص بره 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 لغايه لما نجيب الفيسلز اللي هي بالطول دي الاكسترنال ليك فيسلز اشوف البرانش اللي جاي بيعمل عليها كروسنج هيبقى الارتري والفين تمام الارتري هي اللي فيه اليزنج لان سرعته ايه بتبقى اعلى بكتير تمام بس نخلي بالنا ده كده ايه لو ريزيستنس لو غلطت وجبت على انا عايز اجيب بقى الاكسترنال ايليك الاكسترنال ايليك مش هتلاقي فيه دايستول لان ده هاي ريزيستنس لو ده كان اليوتراين كان يبقى كسر مفيش دايستول من اساسه تمام فنخلي بالنا من الاناتومي انا بجيبه عند المفروض بعد الكروسنج بحاجه بسيطه دايستول اهو ممتاز بالنسبه للسيستول والباقي بقى قواعد دوبلر اللي هي ايه البيز لاين بقى والدوبلر جين والقياسات وهكذا اوكي طيب بس نخلي بالنا ان احنا ما عندناش يوتراين ارتري واحد انا عندي يمين وعندي ايه شمال الناحيه الثانيه برضو ايه نفس الكلام استعين بالكلر الفيسلز اللي بالطول والفيسل اللي بيعدي ايه اللي بيكروس عليهم اللي هو الاخ ده تمام نشوف الفيسلز اللي بالطول اللي هي الاكسترنال ايلياك دول والفيسل اللي بيعدي ايه بالعرض عليهم ممتاز ده يستلو ايه زي الفل اوكي طيب لو فرضا بعد بقى ايه 28 اسبوع هنعمل امبليكال ديسرب امبليكال سهل خالص نيجي في اي حته كده فيها بورت تمام ونقوم عاملين ايه ناخد لنا ويف انفيرت ونقلل السكيل دي قواعد بقى اللي هي العاديه بتاع الدوبلر ايه رأينا بالنسبة للدايستول؟ الدايستول كويس بالنسبة للسيستول تقريبا هاف خلاص زي الفل لو قست الار اي الار اي لازم يكون اقل من 7 من 10 نورمال لزام 0.7 اوكي طيب لو كان اقل من كده تمام عفوا بقى لو كان الار اي اعلى من كده يبقى انكريز ذا ريزيستنس ده الكلام ده بعد 28 اسبوع نعمل ايه؟ نيجي على الميدل سيريبرال هاو تو كاتش بقى الميدل سيريبرال
نجيب البيو العادي خالص بتاع الاس. تمام، انا كده فوق خالص، ده الفالك السيربراي، انزل تحتيه ده الفيو اللي بنقيس عليه، لان دي كيفم سيبتم الكيفم سيبتي بقى بلوس دي. تمام، وادي الثلامات، انزل تحتها سنه بتلاقي خط ابيض في الحته دي، ده الجريتر وينج بتاع السفينويد، هو وراه على طول. الميدل سيريبرال هتلاقيه وراه، تمام، ورا الخط الابيض. تمام، قوم قايس ايه، يا اما تقيسي على اللي فوق يا اما تقيسي على الايه، على اللي تحت. النورمال بتاعنا انه عكس الامبليكال بالظبط. يعني ايه عكس الامبليكال؟ تمام، يعني تقريبا نو داستول، لان انا عندي نون فانكشننج برين. مظبوط ولا لا؟ اوكي. الحاجات دي كلها انا ما بستخدملهاش فيلوسيتي، انا بستخدم الار اي يعني نسبه، الا في حاله واحده بس، لو فيتال انيميا ار اتش انكومباتيبلتي مش عارف سسبكتد فيتال انيميا، في الحاله دي لازم بقى استخدم اقيس الفيلوسيتي بتاع الميدل سيربرا. عشان اقيس الفيلوسيتي بتاع الميدل سيربرا لازم نكون مظبط حاجه اسمها الانجل. انا في الحاله العاديه ما بظبطهاش، لكن لو الكلينيشن شاكك في فيتال انيميا لازم اظبط الانجل. فبجيب الانجل، شايفه حضرتك اللي هي الانجل دي، واخليها اخلي الفيسل على قد ما اقدر بارلل للبيم. الميدل سيريبرال يقدر نجيبه بارلل للبيم، ونقدر نجيب الزاويه ايفن زيرو. لو جبناها زيرو هيبقى ادق قياس على الاطلاق. هنا مثلا طلع البيك سيستوليك كام؟ 28. كل ما هو تحت ال 50 مفيش مشكله فيه. تمام؟